هدي او دافو مرحلة دا 50 كان شيغي امس دي 18 جير كاي هينا كاي ري هاي 7 ساعات بهردده او باهنيا او كنا و كوريا كنا كبيد بو باهنيا مره تو سي فورسداي قونين فسح حن صدح ذا بلال فسح قاتيو فسح هي رايه فسح ويني او حما انا نقول انت فسح و حي فرصه ان كفايديسن و خا لباد ان كفايديسن جنا وقتيه ليله وقتيه ددبن بعد العشاء بعد الظهر كا يبع على الصبح يعني هو دبع على الصبح ما جرتو يبع على الظهر هنا ما جرتو شاي كدي من هور الله صيحن معي صدح بها هلكا كصبحية وقت وحكى له كصبحية شمعة دي خبيست يجنا وين وحبر شذي كوس عطها يطلع عشذي يا مراجع عدي يا مناقشة هذا لسه مين يستي ولا لها كلا يقون طلع مركز فصحية ذا كفاية ذي سيد شمعة ذي خميس ذا كفاية ذي سيد واختي ذا ضد بنا كفاية ذي سو إلا ورعا في ما قفتان مروغية ذا ذا إن ارتشيقاقين أتفاروق السابات وبهانتي يتمرت هذه هل كي أتك أردي لهيد مسكح ذا تك أردي سا حقيقة وفقا سي لبا أسبوع بكهر رأي ضدك كلا لبا أسبوع إيات كهر رأي سا هدير لكن سيدا إما كيسك بضان هرتا ذا ذي راكور أرساطو هذا الكلام أدي ركور ليس صاحب هذا الله ليس أما ها ساويس وحلا يدتك تينيج كمرحلة دن عشريناتك وحي آذو حيس يا بلا إذا هذا هذا الكلام وفكوك تعليها ساوها يا أصدقائي سينو إن بدل الله شيء كي يربع وشاوة الكلام بقى آذو قب ضم بلا مرحلة دا قفك ودتك نوع عسى إسلاجي ووقت جاي قب بدين الشيء كي استان بلا إذا هذا تا آذو بدس كله إنكو امتحانين أذ بريسو يسلاحي سلاب سلاحية انسجن أذ بريسو ووقت أنا قياسين بوقاته وحه بارا وحد كورس تيس كدايو إن مقررك خلق الجلي نقول لي مركا أنو وشيا كينا يا حاضر هذا الشيء خايدين قلي دون تي خايدين قلي دون أي وحن كور هم ياهم سيدا وقف عيدي سن لهيدين وقت جينا ذهبيقا إقالقا وحد كاري كرتان انتا يريد هردمو يعني انتا كلا انا ذو حقا وحن خصوص ده مرارك قار كود با مصالك كوها انتنا اذا كرسي با فوشنتين سيبر كمساجدك لح ساعة عضوض وحليلة وانا اندالي كلا لح ساعة عضوض وانا قف السيدان اولان شيخنا كعيا متكلا صوفري سنة متكلا صوفري سنة لح دا ساعة عضوض مدالي مرارك سعونا انا وحن خصوص ده مرارك قدلين كلا معنى أنتم كير دالنا آية سعد إن تقولين سعد حسين حسين أذكر ربه بركات الله يروي أرين تاسوا أرين آدي آد مهمة وحنا بالله يا هبتدنا يرايا هذا الكنا يرايا هذا الكنا يرايا موبايل يا فيسبوك يا وحي يا ريال كلا يوصل قرانا أنت على يرايا شيخ كهذا دوانا مسؤولية الدكتور كه لكن واحد يسوي يا وحوي وحوين باي ريكور رأيه يسوغي شايق كاهور رأيه علهور تيبا اللهوب سمايستا ما مقاشين علهور تيب ايا اللهوب سمايستا يا علكا ينقهور رأيه هو جهل علكا وين ميا قرانا يسا جهل حادا وقعوه ينا مسلكا هايستا هو جهل سدا دراديد با الى هاي مركيو آيا ذا هجيات كسو هاد ليه في سورة التوبة وفر نحلقين آيا كور رميسا عادا وجهل عدوي على لدغ على مقالبا مرافقين ايدو حق هورتا سي كورن حق دمنا وي كورميا الله وخر دخدغ يدنا عدوغه جهلغه ايات كورن وما هي هذه الايه وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ولينذرون والغلي لعلهم يحذرون والغلي والدقنين على عدو مشت عدو قالوا كخطر بدنيها إذا سوى يا جهل قال إيران مسلمين تهايستا أما بالشدة إنها يستا عدو واكل الله لطع استاد رادد وأنا هبص ما يستا هب كاسنا وامح هب كاسنا وحويا وعلمنا علم لا متصلحين تكون نقول إنسان قادنا إنسان وي علم جينا اللي أجايو علم جو حكوت هرسنون أنت عاد ركض كهيس أما أبقى يبصمتها وارين نقول يا رسول ما هم أنت
برigi hore waa la xafidi jiray haday quraan tahay haday fiqh tahay haday nusus tahay waa la xafidi jiray marka meelahan kale inuu ka raajacaynaa ilmigana ku dadaala ina xafidaa al ilmu ma yuqda'u bihi al wadi wa yu'ammaru bihi al nadi ilmi waa waxa dooxyada lagu gudbi kartaa sadriga kugu jira ee fagaaraha marka soo fariistana aad ku amiri karto laakiin ii doon hadda tiraahdo hadda moobaylku iga jira iyo kitaabku ku jira waxa iska macruufa dee meel kale idin dhex maray daad baaba kaa qaadi kara waaba lagaala hadhi karaa uu kaa guban karaa sidii ragga qaarkooda ku garanaysaan akhrisateen taraajumkooda marka bal isku daaya culumta aad baranaysaan nin walooba dhowrka maadeed akhrisanayso in kitaabna ha ahaatee kitaab mutawasila ha ka xafidaa oo xifdigaasi uu jiro si aad u soo istidlaali karto waqtiga loo baahan yahay mulaxadadaasina waa mulaxado kale oo iminka sii yaraanaysa oo nin baa wuxuu uhi maxaa xifdiga looga baahan yahay dee kelig yar baa lagu dhufanayaado maaragtay aad ku wada helaysaa wax walba kuu soo daadinaya laakiin nafsa shay keligaa yar aad ku dhufanayso ayaad caalim ku noqotay jaahilna ku noqonaysa markaad on tidhaahdo dee caalim baad noqotay markaad of ka siisana dee jaahil baad marka waxaan dee khiyaaliya layskuma qanciyo arrintaana waan baraarujin lahaa in sadriga wax ku sii qaadataano marxaladiinnan oo kale waa marxaladaha ugu fiican ee wax la xafidi karo laba saddex shay haddaad ku celisa ama hal mar ama laba jeer qorto dhakadaad ku qaadan karaysa adigoo aan uba qastin baad xafidi karaysa laakiin markay humuun badani maskaxda maraysa xisaabaad maraya fikir ummadeed maskaxdaada uu saa u wareegayo hadhow waxba ma xafidi karaysa taasina iyadana waa mid kaloo aan baraarujin lahaa qadiyadii runtii isticdaadka ayuun baynu ka hadlaynaa saad usii diyaargaroobi lahayd fursadana uga faa'idaysan lahayd waxyaabahaan baraarujin lahaa waxaa ka mid a dee cilmigu waa badan yahay saa ogsoon tihiin muqarar baa laydiin dhigaa muqararkuna dee itaalku leeyahay waa garanaysaa qofka muqararkaasuun iskaga egaadaa hadhow miidaankii markuu tago dee dad badan baa kusoo eegaya kuu fadhiya eh muqararkaasi miyuu nagu filan yahay yaa muqararkaasi naguma filan ragow marka inta lagu dhigayo in kale oo barbar socota oo aad dhaalcasho ku waddo kuu bilaaban oo meelahaad garan weydana aad calaamadinayso oo culimmada kaa aqoonta badan ee ehelkaaga iyo kuwa ummadda kula joogaba aad ka raajacaysaa waa inuu jiraa oo aad tidhaahdaa sannadkan fannigaasoo aan la tarkiisinin baan wadayaa sannadka ku xigana fannigaasan saddex kitaab ka akhriyaya fanniga ku xigana saddexdaas sannad ku xigana ka akhriyaya marka waxaa laga yaaba afarta sane hore haddii aad mid walba laba kitaab akhrisato oo laba fanni ah siddeed fanni ayaad soo kordhin karaysaa oo runtii wax badan aad ka kororsan karaysaa arrintaasina iyaduna waa arrin icdaadka ama naftaada diyaarinta aad diyaarinayso ayay qayb weyn iyaduna ka tahay.